باين الشويات باين ما تعرف عادهم على طول شايرين من زمان بدات عم تعرف صغير ربي سهل ربي سهل بالكتبة هاي المرأة شرطت علي خمسة شويات هاي من خمسة شويات على 66 كيلو سمعني بي فيهم الحمى فيهم الحمى ما بتعرف الشعب يموت على الهبرة لا لا بنجد ولا حتى تتذار في الهبرة تجيب الهبرة يا رحب وديك يا حاج الله يخليك الله يخليك اسمعني هات اول ما نكلم نسيب عجيش يجي يهزهم ما عنديش وين نحطهم ما يصير ما تنساش يا رب لا تنسى في الطول لا لا ما يصير اي جعد ولا ايش والله هاي اللحمه نحطها لك اللحمه هاك مسكي بالعصبان ايش نعملوا لحظه يا حاج بالله لحظه الو يعني وين هنندب على ايام الرد فيش حاج كبير شنو شنو دخل ضباطي ولا شبيك فاش قام سنية بقلاو طهورك اهو خذيت اللحم خذيت هاي خمسة شيا يعني 66 كيلو اتفاهمت مع الراجل وين مش حطيهم وين مش حطيهم هاتوا نتصرف هاتوا نتصرف هاتوا نتصرف يعلم الله هدي ما عربنتش طوش نعرف على الطهار قبلت شهرين باهي هاتوا نحطهم باهي خلونا نفضل الحكايه نتاع الشيا باهي هاي يا حاج ان شاء الله مبروكين هات انا بعث نسيب عجاج يجهز عايشك يا حاج الله يرحم والديك الله يخليك عجاج بجاه ربي يدور بيك دي بجاه ربي يدور بيك دي تو مش ضبعني انت كوبه جايبها من الخير كوبه نتاع قريشه جايبها من الخير نقص من الكذب اسمعني حط مدري وقفها مو غاديك وقف ملاط يخرجوش ملاط راهم يتزرفوا زرفين هادي فيرين هما كلتي ماخذ فراتين ما شاء الله ما تخافش عليهم عجاج خبط السرقه راهي موجود اسمعني حط مو غاديك انت زيد صفه يا جو زيد من هنا صفه زيد صف طول هاك طايح لي قدر عاده تو يسرقوني ليه بلا حرام يا ذبان اذكر اللي يتعدى من هنا اوه عجاج راني يا مدرار فتهني عليهم ماكش فيها ريت الغلم هذاي راهم كانوا في الجبل راهم كانوا في الشعامبي فاش يعملوا في الشعامبي شنو سارحين غادي على فام ما تخافش عليهم وتهني عليهم هاني مقرط عليهم امورهم واضح نهار طول تو تهزهم وكا هاودي مسكر هذا شنو مسكر ومصبوبه من غادي زعما البيت اللي فيها مصبوبه مسكرين عليهم ما يخش خلاص تاني خايف عليهم على الهواء يا عجاج السرقه راهي السرقه كثرت في البلاد هاك شوف السرقه في كل بلاد يا رسول الله اخي يضربوني زاد خمسة شهور في الشهر الطفل عمره طول 12 عام كلمتي كلمتي تحب تهزنا عجاجك برا هزنا عجاجك وبعد وين باش نحطهم وين باش نحطهم اي ما نسكت جايب عندها عجاج باش يسرقوه ولا يسرقني واحد اذا ينقصها كان يسرقني واحد اخو نعرف عليك تبات تسكر يهزوهم من غد غد نا عجاج راهي امانه راي امانه يا عجيل مش لعب راه اسيدي تعشكي فيش انا هاني مسكر البيب ومش نقعد هنا حتى نهار طول جيبوا لي ماكلتي وانا على بلاصتي ما عادش نتحرك خلاص اسمعني العلفه ما يهمكش تنقص عارف كلمني نجيب لك ها تو داير شعير ما يهمك في حد شيء والمهم وقف معايا بالعلفه وقع وراني ما نجيب ماك تعرف ظروف عدوبها وين نهز رجلك وين نجيب تهنى تهنى باش مش ننسى نسيب لي اسمعني باهين هما يطيحوا الهبره لا لا مرمرمين مرمرمين مصلي على النبي خاصة انك لضرع هذاك راسه قدام شنو هو تقول في الجدير ما شاء الله مره راسه ما شاء الله يعرف نسيبك يا اخي هادي والله اسمع ماضي عجبتني قابص بصراحه الله تحت عليهم صدفه جت تكك اختك تزوج لي على البقلاو هاو الصحيح بقلت شنو يقول ما حسيتش بالبقلاو والله ام هاو انت وهاو انت كان نموت على ربي مش نعرس راك مش تاخذ لي نعجات انت هذا حديث اقسم بالله اقسم بالله عندك فتيمه من عندي لا نحيك عليك يدي يدي لازم برت هنا عاش بلا زيد المدريه برسمي زيد المدريه تو مشو خرجوا من هنا فيرين هم هاي هاني زت المدريه هاني زت المدريه ها ودي برا خلينا نمشي ناخذ شغل يا رحم ودي يا جاج خلينا نثبت بشوي الزحمه ما يخرجوش ما يخرجوش اري اري 70 بيبه مسكر عليهم نيره الباب هذا والباب الاخر والباب الاخر باي ما تنساش الميل خليهم شعطاش ها تو نصب لهم تو الماء باه اش مزال الاخر هذاك من فوق مغطي على المطر يجي السحاب قوي هاودي صابيتها البيت وملايقه ومرها ملح مشوا هنا عيطوا الباب هذايا تلقى بعده باب اخر وبعده باب اخر وبعده باب اخر حبسها مسكر عليهم خد بالك المهم اهم حاجه رد بالك في السروح راهم مستنسين بالجبل ديما معاهم تخرجهم يمشوا واحد ماشني مخرجهم خلاص عايش كنسيب الله يخليك هاي برا ان شاء الله في فرحك كبير والله المره نديها لك قبل نزل اسمع ما تنساش كما قلت ما تهزمش الجبل الغادي ها ودي مش مهزم خاطر بلاصه ما تخافش عليهم هاك هاو ماله هاك هاو اسمعني اسمعني هاش بيك صفه يا جور ولا ها ولدي مت في برا يا يرحم والديك ردي سيدي تاتا عاد لابسني روب عاد انا يا عجاج والله الا واخذ قرض بثلاثه ملي هاي تودي برا تهن هودي راني عينيك نا راني ذريعك الله يخليك اجل المهم الشويات ما انا فيه هودي تهن الامن مستتب والصحه عال العال برا روح عايش يا عجاج هاي رد بالك يا عجاج حط الحصير من فوق والله هو الرها
الو خالي احمد الززار هاجي راح راح وربي جاب قسم هاودي عندي خمسة بغيل ما شاء الله عليهم شن هي؟ اوه يا ناري والله حليل حليل المهم حط الباكو هاي برا ما تبطاش ما تبطاش خف روح خف روح اجاني من تيلي وجيب الكاميون هاي هذاك يعدي الواحد الشهير هذا يا يصرف وماله مرتاح قال له مش نطهر الشناويت وجايب لهم خمسه نعيش اقعد لا يفكر بيك خلينا نمشي على يا حليلي يا حليلي هالغبار اللي هبطت علي يا حليلي كنت مش تدخل صغاري دي السليم الله لا تربك يا شيش برا لا تعظم لك اجر هكا هل غير بخويش قدامك فهمني هربوا ولا هربوا فهمني 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 شنو هربوا ولا هربوهم شكون باش يهربهم مالا كيفاش عملوا كيفاش تو انت درت 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 بلاد ربي الكل ما قلتش تجيب لي كان خمسه نعاش من جبل الشعاب باش نعمل لهم ليه باش نعمل ها مترانين طلعوا يخلي طلعوا وعملوا الحبل لك النعجات وهبطوا بيه هكا تحب تردي نعجه ليه نعجه تعمل الحبل وتهبط بالحبل ليه هاو ما يدير مين هاو ندعى مش نعمل لها هاني غا سكرت من قدام طلعوا من تاني شنو نعمل منين هبطوا منين خرجوا من بيت من شبيك ها جيت نشوف فيهم تو لقاهم قادوا حبل هكا هكا نعجه ما ننوس الراس بتاعها قد دكة قد بتاع بهيم يخرج من الشباك هذا وين نحبل هذا يهبط نعجة هذا يهبط نعجة نعجة نخلق روحي يطو ليه هكا أبدأ جميع الهربوا من الحبس راسه قلت لفريج يدير هذاك ما صدقتوها ونعى نعجة قلت لكم راهي هربط من الشباك قلتوا ليلة روحي اش يهملي في الحبس ليه تور الذر مش دخلهم للإسلام علاش تحب تخرجني من دين الإسلام ليه اش عملت لك هم ليش عملت اخوي هم هربوا وحدهم هكا هربوا انت هربتهم انت يا شيخ هربتهم وراسك يا سيدي فلان لا لا ريتهم خلاص نعست من قدام خرجوني من تيالي ليه جماعة العريض هذا ما تين عجبك ما هذا تشد هذا الحبل يهرب ترى شوف شوف هذا هو هذا بوي هذا بوي هاي راح بلا هي هذا تنجم نعجه تعملك مع هكا نعجه تطرفك مع هكا نعجه معناتها بتطرف بس تحبوا تقتلونا تحبوا تجوعونا تحبوا تهبلونا تحبوا تاكلونا تحبوا تهبلونا هاي نعجه كبير هاي هاي يا شيخ